تمام، يعني انا كده لما يحصل مشكله بيني وبين جوزي ملجاش لاهلي، ملجاش لبابا، ملجاش لماما، ملجاش لصاحبتي؟ السلوك ده منتشر جدا. المشكلة نجري على ماما نقول لها، نجري على حماتي نشتكي لها، ندخل على جروبات الفيسبوك ونشتكي. ما تتخيليش الموضوع ده بيسيب اثر سلبي قد ايه. اولا بعيدا عن الجروبات، انت ما تعرفيش ان الناس اللي انت داخله تستشيريهم دول او تاخدي رايهم دول خلفيتهم ايه، ثقافتهم ايه، بالظبط ظروفهم ايه، بيكلموك على اساس ايه تاخدي منهم راي او ممكن نصيحه. يكون رايهم من وجهة نظرهم هم. من وجهة نظرهم هو كل واحد بيشوف بعدسته. طيب لما نيجي بقى نشتكي للاهل، الاهل ما بتنسيش. احنا الاثنين زوج وزوجه بنحب بعض، لينا زعلنا خلافات، ده شيء طبيعي. بالظبط. الطبيعي ان يبقى فيه خلافات. اللي احنا بندرسه بقى ان احنا نعرف نتعامل ازاي في الخلافات دي، مهاره التعامل. لكن ان احنا نمنع الخلافات تماما ده هدف غير واقعي، غير قابل للتطبيق. مفيش حاجه في الدنيا لو عايشه مع اختك التوأم العمر كله هتختلفي، حتى طبيعي. لو بتنامي في النور هي بتنام في الضلمه، مع حاجات بسيطه. فالاختلافات دي حاجه طبيعيه. دور بقى المرشد الاسري سواء في التاهيل قبل الزواج او في العلاقات الزوجيه، بيعرف كل طرف دماغ الطرف التاني بتفكر ازاي، فنعرف ايه نقرب وجهات النظر، نعرف نعيش مع بعض، نتالف مع بعض. هيبقى في خلافات، ده طبيعي وده وارد وده عندنا كلنا، بس الفكره او المهاره ازاي نتعامل معاها. في ناس اول ما يحصل مشكله تجري على السوشيال ميديا تحكي لحماتها، ده ابنك عمله، حتى تقولك دي بتحبني دي بتنصفني، بس من جواها ده ابنها. بالظبط. مش هتنسى ان انت جيتي اشتكيت لها ورحتي قلت لها ابنك حتى لو عمله، اتصالحوا بعد كده الراجل ومراته هيتصالحوا اكيد، النهارده بكره بعده بعد اسبوع هيتصالحوا. حماتها مش هتنسى ان انت او انها قالت او انها اشتكت، او شوفي ابنك مسكته خاين ولقيت تليفونه ولقيت مش عارف ايه وتاخر وبيحب اصحابه اكتر. مش هتنسى. ونفس الكلام لو هي، ده الكلام ده لو لحماتها، طب لو لمامتها برضه. هو ممكن هو ما بيحبش حد دخل في حياته الشخصية. فمن ضمن، على فكرة، من ضمن الأسباب المهمة في الخلافات التدخلات الخارجية، تدخلات الأهل، تدخلات أصحاب، بتضخم المشكلة، بتكبر المشكلة جدا وما بتتنسيش. ممكن تكون فعلا المشكلة صغيرة وتتحل بينهم الاثنين، لكن الدخول ثالث ليهم ثالث. مش انا قلت لك ما تتكلمش، مش انا قلت لك مش دايما تطلعي وش صورتي وحشة، طب انا بقى هقول كذا وكذا وكذا، وهي هتندم على فكرة، وهو هيندم.